عسيس أبدا عسيس أبدا عسيس لفت جرنا أذكر سال جوي تي معنى قول البقو جارو هشيس كوا حاكل دكان صدح تضباط جوده يسي إن كلسوني لجو أبوره لفت إيه حسن مالهم بكل جارين سيد رونتا دجال وين بقول حياة صدح لاس أسبوع صدح لاس أسبوع دجال معنى كلسوني لجو بيرايو ما لقي يا بقى إنه بودو ماركيس وكبود حسن شيخ ما دام أحمد مدوبي صوبه بقول الجر هشيس ولا قال لفت حسن شيخ محمود كسمايا مركو تجينا وبودي مدعي كرئيس إنه بودو أو دار شدان إسكجوك هذا اللي يري ضبان أو تاس أو قبصدو وماركيس بيش عالم كور كده أنتو اللي جيستو يعني مانديد عصبه هلا حسن أنت كسفري سوي رتاسو جيركو حسن شيخ محمود ما لقي يا بقى يدو سعيد عبد الله الدني يدو سعيد عبد الله الدني نفس ديسي بجد أول الدياري هاي لفت جرين إن الدور شق بصده ومعني ضبان سي حسن شيخ محمود دا قد الله قصاره هرتا هرتا صد حرمات دانو كلا قادينا هرتا بلان تاكا كستا أو كسعوتا يوح كستا أو كجير ويلا سعودان وحانا مرهوري كد بوران ديجين وين أغيينو ضد حد يستو بنان كار تاغانو مر كستا ميل كستا وحكا إيمان كاران فلانقية وإيه وارتو بودا قارو توان بيفرك وران أحايان حدنا سياسات أدق بيبليهين وحال كاسي ورتا يوب تاغيين وحاق وشو نحاق ودي آد محاق كوسو هاري لبادان نين نين كلا يراز اللبادا دا وحا قدو إنو بودو ورنتا شيغو نين كلا يا أحمد مدوبي because hadda alaab noo sheegaysa in odaga talada la wareegay ee gacanta gashaday ee qoyska uu ka dhageysanay talada ay meeshan bay dhabana iyagu ay haystaan galbar marka qoyski halkan xamar hadda maxay wax uga socon laayeen qoyska haysta way soo ma waxaan noo sheegay marka bay dhabo in qoyska odagan hadda jeebka uu ku jiro ninka la yaa lafta gareen inuu bay dhabana ay joogan oo iyagu ugu xog badan yihiin marka u maleyn maayo haduu taa sameeyana de wax weeye ومالين ماي إني واحد بدن كده لا يسوع because هو حواي تاس هو أبا هانت هاي وهي أتيجي يسوي أو هاي إن إذا هاي استو جروب نايت أذابونا هدول وإسكو بين أما ويل كيس أقولن تعرف ما هسوا كلام مصمية مركب فاميل واي حقنا واي فاميل حقنا واي فيلم لكن ده كتلاه وكم جو أذو أو لقي يا أبو هدا مركو يجي ماذا إني لا حساب تمام أو إسرع يكون كعان أو أي واحد رحيان أو أي عددين صاران ودك مارت ملاقية دي أرتو واحد عبيسان ملاقية ديني والله بالله والله أنا عم بنو تاجي يدك مارك تي رنت الشيء جاي إن ملاقية دي يدك تلاد كم أي شيء أو مركز الرنتة كشفة أما جرب استعجى أما إيوه كجوبتة تاس أم بوح كده قاعدين كرا لكن نين كان استعجى نفكيسه وحوي و ودخول دم بس هو نين كان يراد لفت كرين وأنا قيس sababta ah maalin walba waxaan ugu soo noqonayaa adeerkay bulshadaana marka dawladda qoysana in adeer meel ma gaarto dawladdi ka weynayd la maamulayay ee umada dhan wax walba uga tanaasulaysa loo dul qaadanay wax badan looga tanaasulayay adduunku xataa wax badan la xalinayo ba qoys ma laga yaabaa inuu boodo mise laga ma yaabaa inuu boodo taas waa su'aasha I don't think so inuu booday because qoys waa qoys buu ninkan u daneynaya nin qoys daneynayana qoyska uga la weyn marka ani waxaan aaminsanahay lafta gareen وما شقيه بلشيه قويس بو شقيه قويس كير سيزونا تقلنا مرد بودا ايو لكن جبكا ووقلي وانا وانا لتقايا وانا وانا ماشا باب انتا اريا ما تاليا شب ادقلي مرفلق قدك قليي مسا لفتا قرين يعني كنت المامي كرنا لفتا قرين بقليي وحبا اوضاقا تاليا شبها ادنين تاليا شب ادار وحي او ربي بو دمعينو ميل مرصدو نين جلعسان ينين مارت قويس كالاقا بعد عينكار وقويس دانين اياه بو هلاي تاسونا سعودسية وان رغا نيمو وارغان وانا مدي شلع ان كوشي شلع هذا الكيه بلدي بو نغو حسن ويقانا ما كود هاي شلع هالكن مكاد هاي لفتا قرين ويقانا ويقانا سيدوح لوغا دمايستو ويقانا ميلا لغا سوغلو شلع ما كود هاي يفور مرقان تيغا shalaan halkan ka dhahay adeer qofku markuu ku yiqaan waxba waxba kama muuleysan kartid marka ninka godka ku riday beenta sheegaya adduusan boodin adduusan boodin digli imri flow ay u dhamaatay anaad ku dhahay haduu ku dhahay wallahi intay inay dhamaatay laakiin hadalkina ay iga suugtay isku day haduu boodo digli imri flow macnaheedu adduusan boodin digli imri flow u dhamaatay laakiin haduusan aduu boodo natiijadu maxay noqonaysaa haddu boodo haddu boodo nin xeeladeystay dhaladkiisa gartay een meesha uu tagay intuu situation ka fiiriyay arkay inuu khatar ku jiro naftiisa badbaadiyay ummadii uu
madaxdu uu ahaana badbaadiyo noqonaya markaas wuxuu noqonaysaa systemka uu wax ku soo aqbalay inay baarlamaanka 465 markaas garow ay isugu tagaayeen haduu booda lafta gareen xasan markaas uu ma dhamaanin markaas haduu lafta gareen boodo lafta gareen haduu boodo horta lafta gareen isaga hadan ugu jirtaa inuu boodo ummadiisa hadan ugu jirtaa karaamadiisa hadan ugu jirtaa haduu boodo meel kasta iska daaxil dibaano waaba wax tirsan ummadi Soomaaliyeed oo dhan baa horta halka u socota laakiin haduu boodo laakiin beesha caalamku xileen mandate cusub waa inaa soo heshaan 4 maamul goboleed qorqor guudlaawe lafta gareen iyo axmed madoobe sanadkan inta ka dhiman xasan wuxuu leeyahay iska jooga waxna idin ku darimaayo wax kale kuma dari karaan aan ugu daray waa lagu kacaaya doorashada qabannina shib iska dhaha ilaahay macni wixii yimaada aan aragno marka xasan wuxuu la rabaa inuu caawiyo dowlad goboleedyada lafta garan iyo tiimkan mise inuu god ku sii ridu rabaa waxay kula tahay xasan ilbu qaba xasan wuxuu og yahay nimankan meesha ay ka taagan yihiin buu og yahay wuxuu rabaa in uu ku dhameeyo maydheedka haduu ka dhamaado oo waqtigii uu ka dhamaado cid ay la xisaabtami karaan male meel ay wax ka qaban karaana malaha si toosa buu madaxweynuhu qofku raba xataa u geyn karaa sharci buuna u leeyahay because marka xilkood ugu wareeg inuu u dhameeyo rabaa laakiin tan buu ku gaadaya marka lafta garan weli wuxuu haystaa janis uuse malayn maayo inuu ka faa'iideysana haduuse ka faa'iideysto oo markuu xagga tago uu boodo laba arrimood buu ku guuleysanaya koo waxaa soo baxaysa in markuu caasimada tagay culays uu jiray oo culayskii jiray uu ka xeeladaystay iyo inuu xiniyihiisa fuulo oo marka odagan lagu garaacayo iyo waxa meesha u jooga iyo isaga iyo shacabka ay noqdaan la saaro oo u guuleysto way ugu dambeyntii lafta gareen inuu booday in kale waxaan ku ogaan karnaa jira xisaabta waxba lagu ogaadaa inay saxan tahay in kale 3 toddobaad ayaa lagu abuuraa la yiraahdo kalsooni 3daas 7 toddobaad gudahoodana hawlgal ayaa bilaaban doona oo ma arkaysay wajiga labaad loogu magac daray haddii hawlgalkaasi xudur iyo baydhabo iyo markaysay macnaheey afgooyi iyo markaysay macnaheey jubada dhexe inta u dhaxeysa cayir ay ku soo dhaqaaqaan iyo habargidir waxay taasi cadeynaysaa in heshiiskii ay dhaqan geliyeen taliyashub iyo lafta gareen aanu boodin haddii laakiin hawlgalkaasi uu baaqdo waxay muujinaysaa lafta gareen inuu booday markaasi marka macnaheey ma waqti in la siiya mise ma arkayse hadaba digil iyo marifle inay ma arkayse ka hortagaan lafta gareen maxaa ku talinaysaa adiga ina 3 weeks hadaad siiso 3 weeks kaas marka lagu sheegayo balaanka ka hor baa la dijiyay waxaa hadda jira oo aan ogahay in ciidamo xataa ay meelo badan ay joogaan 3 weeks waa janis iyo space badan oo la bixiyay lafta gareen guushiis waxay ku egtaa uu soo noqdo inuu go'aan gaaro uu soo noqdo inuu yeesugan ciidan la soo diraayo way laakiin isla ciidanka ceelka afgooye guuto iyo hal urur baa hadda ku 4 jiha ka qabsatay walaweyn waa godon farsoolay iyo aagaasi shabaab waxa weeye way ku soo urureen saacadii ugu dambeeyay iyadoo ma arkayse macnihii villa soomaaliya lagu soo gaamiyay dagaalka wajiga labaad ayaa 3 toddobaad gudihiis la bilaabi doona oo xasan uu hoggaaminayay awalna waxaa la isku hayay wajiga labaad state ka Mailand lafta gareen askari aanu ogolayn ma imaanayo marka macnihi ciidankan shabaab ka soo ururay iyo booliska lagu xoojinayo ceelka afgooye shidaalka ku jira digli mirif la leeyahay oo la soo qaybsaday hadda waxaa soo dhan sooma muujinaysa warka aan sheegay inuu inay wax ka jiraan way ka jiraan anigu waa ogahay ciidamadan horta meelaha la soo tubay waxaa taa sawiradoodan hayay muqaaladooda anigu waddanka ma kala aqaan laakiin dadka ii soo diray waxbay maab ii sawireenoo waxbay kala tutuseen sida aad sheegaysaan marka hadda fiiriya hadda dartaa ilaa hadlaysaan fiirinaya systemkaa sheegaysaa wuxuu socdaan laakiin guushu waxay ku xiran tahay inaadeen maanta gunnimadii u dambeysa horta taagan yahay ninka la yiraahdo lafta gareen shacabkiina wuu lugooyay haddii aanu si deg deg wax u qaban 3 weeks hadduu sugo iska dhaafe markuu soo noqdo hadduu laba beriyo kale uu tallaabo qaadi waayo waxa weeye meeshi la rabaan wuu joogaa isaguna ma sii joogayo idinkuna ma sii joogaysaan kaasaan kuu sheegaya nadiif laakiin Cabdicasiis lafta gareen iyo kooxdiisi iyo kooxdan shiraysay maxay shirka xalay markay galeen koor way hadlaayeen maxay u gaagaabsadeen qof walba oo la xiriira way ka gaabsanaayeen why waxay u gaabsadeen dajabkooda in aad adiga lagu ma shaqeynayn qoys baa loo shaqeynayay naftooda u shaqeynayay nin walba dhiil buu raadinayo waxa way meeshan waa dhiil raad adigu hadda markaad balaan degayso oo rabto inaad balaan samaysato
او وحون بلان كوجي عيان ما دد كو دنبا لا وداغي ما لا وداغي هاي ما لكن مركي ورا مركي شرارك غلايان معني ددك او دو دو اي لا خيريره وي لا هادلي جيرين لكن حالي غاغاب سي بلابين انا وا شيس كان هي دا وحبي بس تا وحا كان هي نادر وحبي بس ليتنايين بيكوز وحي توساين اني دد بدن هيسان ددك قنعينايين سي لا يراهدو حدادن وحان ربا ادن اي فلينين دا ادر ارق marka dadka inaga waxaanu ahayn gorgortanka wax lagu bislaysay doonayn dadka wax lagu bislaysanayo inaga way marka waxbay bislaysanay hadda way ay rabeen bay bislaysteen waxay heleen goolka ay rabeen ama inay ku degaan iyo inay ku faa'iidaan taas waa baab kale laakiin iyagu way ogeyeen inay ku dagaayaan laakiin nin walba goolka uu rabay iyo meesha uu rabay iyo meesha uu marka dambe aadayo baa u bislaatay bisalki iyo gorgortankii nagu dhacay marka lafta gareen قويس بو نقضي هدي وقويس وشقنين قويس وشقين اينا قارن ممتل قارن مندقا جيو تيما نصوب بحدا لكن وحان سوغينا بل سيدو اصوب بحو مركو بايدابا كوصو نقضي ايو كلا بحايا اما نين وحو نقونا ايا عدالس هاي استدرتيس حيلي سنة ايا اما نين وحو نقونا ايا دي قويس كي وشبتاي وقويس ادكنا بين وشيغا ايا لكن انو وحان الكا قولني ماذا اقوين بابا اقوين اغير اير يدان واي سو محاكو سو هرب بدلان بدلان حيالة دوي لسعوتا وحوال بوي كور هايسا نمانكا حالانا كجرا يوغونا ويس اقيين حقيق ذن وحي نقول نيسا سو ماليا ميل حوق سناتا او ميل قارتا يا ميل حبد يا بابا يا قميس يا دادلا بابا يا داد نوسو قحا لغا هلوك طبعا سي نقول نيسا أدي أدي وما صنطا إن ديفا يوسف قرن استوديا ساوثن ميديا كوبريشن إن أقوى الرمي سيئة دونو ما هنغينا walaalkaasi codkiisa duu nadiif yahay isagaan jaan isiinayna yusuf wadan iyo dad fara badan baan u jeeda dhamaan waa soo qaban arintu xasaasi weey maxaa ku dareysa walaalka isaga waxaan rajaynayaa maarkayse macnihi inaan ismaqli weynay laakiin chaanis kale ayaan siin doonaa walaalkaasi ina soo wacay inkastoo walaal uu ka horeeyay waan eegayna biin ilaahi baari walaalkan ka horeeyay duu hadli karo chaanis aan siinayna walaalayaal xaaladu waa hadha hadha meel culus bay ka degatay توغي اهايين نمانك توغي نمائي كشيرين انناغن واسوا باندقنا والالكا سيقاتك كجران تانيسين هلو هلو اهدن اهوان كسرامي وحان رمانا وحانكا عدسان لها انت اهدن هادلين ان تليفونك ادو دواتيت ادو رالي اه تليفونك وكفوك تاي والالكا يو هلو 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 مين مغشا والوغو مغليا اسدباندقو هايي اوكي هرتما شركة كسو ده مقدشو wuxuu daaran yahay nisanin kasto maamul goboleed ka socda wuxuu meesho yin shirka muqdisho ka socda horta waa waajib in isku yimaado oo wax ka dhaxay umada marashi wada tashiga qaran weeyo doornimada waxa ku dhisan tahay doornimaduna waxa ku dhisan tahay federaalkaas maamuladaasi dowladda dhexe isku tagay ee magaalada muqdisho xarunteeda tahay balse waxa lama huraana in maamul kasta aadayo doorasho taa waa xaqiiq mana aha wax uu jecel yahay ninka la yiraahdo lafta gareen ama uu jecel yahay axmed madoobe waa wax ay ku khasbasa beesha caalamka beesha caalamkuna bajet bay bixisaa bajetkaana mandate iyo sharci bay ku bixisaa waana branshka loo yaqaano barwaaqo markii soo horena biyole la oran jiray marka xasan sheekh suu asagu rabo waa inuu sii joogo وجعلان لها دقة إنو تشوغو برسو حق الدينية وايها كورسيغان في الصومالية اللي يراهدو شانتي سنو دارو دي هوية اسكو بدلة سوهشي اسكو يهي قدوميها بارلوان كانت ديغلي مريف لاقاتا سيدي كوية باني بلسي وحا ميشة تاربا وحي تاي حسن عدو وقرسو ويهري إنو يراهدو لعاكتي واعيقا ديار هوبكي مقع الصومالية الوقي بنشرينا قيبتي نيما نفسينا ياه lacagtiina waa iga diyaar ah gudiga doorashada heer federaal oo dhan aniga walaalayaal oo ii saxiixa in aanu doorasho qabto ii saxiixa wadanka oo samaamun goboleed ila wadaagi doorashada dhexe federaalka waa inta ula jeedan balse shabeelada dhexe iyo baraaga horta dagaal horimaayaan ama lafta gareena soo laabto ama suusu soo laaban dagaal horimaayaan sababta taa waxa weeye xasan sheekh marabo state soomaaliyeed oo hormaray oo wax qabsaday sida puntland oo kale aan soomaaliland oo kale marabo xasan wuxuu doonayaa dal baabasan shabaab wada haysto magarata reerkiisa wada godhob yihiin buu doonayaa mana soconayso hadda markii shirkan lagu kala tago
ولا جاي على حسن إن لقان عيون لكن جدي دورشة إن فرت لقى سارة حسن اللي يرى دورشة الصومالي سارت كيان حلقة كسر بحمايسه وحنا الدليل آه حدا يكسر بحد الله إن أيكوك عليهم مامل قبل ذلك عنده أيكوك عليهم ويا حسن رجدي سوح بك مهارين صد لباب الود يسنا الطوهرين مرك واحد هذا دعونا كل شيء هذا واحد دعونا وبرا ودقال رقاد إشارة لذا هوسة واحد دعونا بنت الآن أو بري هدي لا ودقال رقاد واحد دعونا تدرك إن خلال سنة الجليو سيد كرسي الله في جوبه لباس سنان رقود لفتنك حسن على رقود لفتو بس واحد اسمه دين مدن بركة يا كتلية دل كان محسن شيخ بمدحونا مدحونا كو كتلية مسداش عالمك دركا موحا كتاليا باشا عالم كايدا مدحونا كا تندا دينا والله مهوران والله تغيا برسوها اسم دين مدن حسن الشيخ محمود مدحونا كهرريي فرماجا كهرريي فرماجي كهرريي شانتا سنو او كرسي او جوغي مامول قبل ادو لن بنت لان كدر و ايمان سي هل مامول او مقان مجرين تبشن مجرين او سياسة دوالسكو هيي لكن ما مقاولات كستا بجد كيسنا وقادين يلا عكتا قوب كمقع الصومالي لغوها لنوالسين ايه قب يالن مجرين الدولة بحا سوين اكسن باللو قيبشين ايه برطة فرماك انتاسا لقاد دحلا حسن او اوجي هاي هدو دورشا قالو سند كان انا دورشا دان دارود ليه او اوجي هاي اما داني بها مدحوين النقون اما سعيد عبدالل اما داني بها مدحوين النقون اما فرماك ها مدحوين النقون نوين ودكي سوا يقان ما دام دورشان صوص عطى تيرم كي هوية دماغي وداني يفرماك متقل مدحونا نقونا يوض حسن وسيء وقيا عدى مدحوناها نقونا يسا وحانا وا 4.5 ماركا وحانا وشيغي مدى صوماريا وحوائي سدالينينا استيد قصة دورشا وقفصانا يا دانت لا كوتشي دا مقرات اديات محاكو ويدينا يا ماركا معني وحال لاذا هاي اوض قيبسيقان ايا شدال كان قيبسانا ينا ايا وحانا دن وما ويل على هذا هاي أو ماركة يسأل يقول جوين يو لفت جرين إيه صاحب ديسي ها وما ويلو حسن كنت قاعد دور شد مدونة يا كريه فراح إنه رقعة ده ما جرت هاي السوق العقل يقول لي يا هاي وأجي استيت كسر دور شق بسنة يا حسن هو وعن العقل الله بس ويقول لي يا العقل هني فصحيا ما قاعد صومالي ويقول كل وقت سنتين عن السنة ويقول لي يا هاي ويقول لي يا قلب يودن هذا كجار بس حسن وحن سؤالين إن ودن كان دور شؤو آذا يو سنة كان سنة كتارات هاي حتى هدو لفتا قران صوبحو أما سنة بابو دور أحمد مليوري أما لفتا قران سيدو أسوق الدوني أدو دعان وعلا مهوران شبه لغا لكن باشا عالم كأمر يبا ديبتا ماشا نان كشاقي دولة قبلية ديادو حالو قير سنة كإنتا لمن دور شقبتا حسن وحالو قير ودر أقل كوكين أجندها دور شد على وضعك ولحي لباطنك سيدانو أروبي marka macnahe iska jooga hadii culays uu beesha caalamka yimaadana waa wada xalinayna qoys ahaan aan u heshiino arrinkaasi marka ma u aragtaa in waqtiga looga luminaayo dowlad goboleedyada xasan uu waqtiga kaga luminaay mandate ka si uu uga rido kadibna dhabarka uga toogto ayaga laftigooda way og yihiin xasan inuu waqtiga ka dhuminayo uu leeyahay isla joogno beesha caalamka hore jir baan ma taqaanaa aanu ataagaynaa balse ayagu waa dad aqlay leh waxaan uga mahadcelinayaa axmed miroobe iyo lafta gareen in ay garteen in madasha waratashiga tahay wax danta soomaaliya ay ku jirto marka labaha u kala saarno lafta gareen uma imaan muqdisho xasan inuu qanciyo ee wuxuu u yimid umada Soomaaliyeed asaga iyo Axmed Madobe in ay qanciyaan ay ku qanciyaan umada Soomaaliyeed madashii wada tashigeen wax ka nool yihiin ma garad waxa garay inuu doorasho qabto Xasan ka bari maayo beesha caalamka marka ma laga yaaba heshiiskan hadda taliya shub qorta loo galiyay lafta gareen in uu ka boodo bay dhawo markuu ku noqdo doorasho inuu qabto ma laga yaaba doorasho dadban taas oo sketchalka beesha caalamka ah Xasan geeri ku ah ma laga yaaba inuu sidaas sameeyo lafta oo sameeyay aniga wararka soo gaaray baydhaba maadaama atiyaal iyo indigal iyo marif wararku waxa sheegayaan shacabka lafta gareen markuu la tashay inuu yahay xamar baan tagaya xamar markaan tago marashi wada tashiga waxa la oran jiray xasan baa gorgortina galaya ilaa dowladda Soomaaliya magaca Soomaaliya wax lagu qaybsada waxaan xaq u leeyahay in baa weydiinayaa hadaan ka soo waayo soo laabto doorasho waan qabanayaa
بيشو عالم كنا واحد تلا دور الشقب والله شكي أكشكي نفس قرن إحنا مركب حسن دور الشدة السديدية هاي مركب هذه دور الشدة سلفت قرن وقبط حسن ماشوا كل انتصاما لفت قرن وبودي معنو ساسوا دور الشدة سا عضينيس معينه لفت قرن كلية ما هي ما من قبل ذي أحمد مريوي لفت قرن ده دور الشقب صدام معينه ده واحد كبير أنت هاي إنه حسن كداي واي حسن ما ديت في سو سيتشوجو واحد كحر أنت هاي ما من قبل ذي شرع الدراء هذا مركي ما من قرار السيد شوغان حسن نبيحو لا يكوى شرع درر كود شوغان عنيهم حال لقربا بس اللي بدأ معمول دورشي قفصانيان حسن نبو تغي يولا عمي واي لكن قدلاو اي قرقور وحي لم يديهين مدحوين ياشكالي سببت اللي بدأ اي اوباور سرعيان قدلاو اي قرقور نقو آن كشركة وحيوكو ملي دين معني جيب كيغا كجرتان لو يريم حيطاي بلا صوماليا سببت وحاويه وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن هادو سقور قور دور الشقف سن أول بو تجي لها استيت كوا لغة أول بنيها قور والأجي هاي لكن نك رجع هذا اللي صدر مغرى كبنته دور الشقف سن هدي لغة هذا نعرف هدي كلام اللي دي دنا كنت أول شغل ما دعي هذا حسن بعيد دينا عن دور الشان وقطع ما شاء الله المرة واي ماركيس عبد عسيس لفت جرن ماركيس معني لكن محل جي لي أدير كيس أطلع يشبه أو معنيه بنت يهواوي جا لفت جرا حسن وآخري ملكي له الدولة ذات هاي سامي قدر لقو معنيه هوس إيمان وحاس معنيه لا آخري محل جي يلي معنيه إلا أذكي بيد بنا معنيك يس معنيه سراكيل عيدهم كلي تالي يشوف وكأطل بريه هنيك اللي هذا حسن شيخ محمد سببت لما كويش رجيا مرهد داد عدوك تالي بوليستا عاصم لكن هو يقولي ويا هاي that's a problem أقونتي دي. وهنغوري وين يعني واسح وانين هنغوري وين أذكر هنغوري ما أدري ده أعرفه بس واحد ماشي يعني ما تقعنا هاي بين الشعلي ما قرأت بير كان الشعلي مين كان اللي راح تلي يشوب وحكتش علي أي هرمك كونفرج البين متشلو بس واسر بير لفت جراني واسوقيه من تلي يشوب لكن حسن بعيارته الله تشلي يعني ما قرأت. واي وقدام بينتي مرك شبه الله هوس أمني جدو حوس إيمانية حمر معمول كنا مجعويال بيدبو حوس إيمانية هشيس كسيدا ساكوجري مركز الدمينستريشن أي كسم أيينا معني أدينكو وضني سياسة الصوماليات باتهين وحاسا ورك اللي جوجا بجبي هي 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 محي كده كان تايتاس حسن شيخ هم أجر على شبه الله هوس بحوس إيمانية سا معمولهان لفت قرين أنا هاي إلى المام دولة هانا وفي وش ما أنا سحب رأي هذا شبه لا ده هو صدق على خور ما يسوع ديجا اللي مرفين وفي وش هذا يقول كي من دفاع ده حسن وفي الدولة يقوى الدقاء الأرك سنوى عادي هاي هدي دفاع ده أنا شرف بكم رنين بس كهوية ويدقلان كران دول كان شبه لا ده هو صدق إنه مدي دنا وده الصومالية تسع لقوا بيدا بقى أنا تشوفنا أما حمر أنا تشوفنا بس هدي دفاع عن ويان عيدا نجيم وارو وحسن على قاب وهذا كود وربا نسمو جاري إيه وكتب ما يا حسن من خلال لفت قرين شاب الله ده وشاب قال هور ما يسوع وعي شركنا أنتوا سكوا إمام بالاس كم بوسا قرأ وانا جوجل باطلة حسن دستور بدل كان هدو دين وعي جوجل شاسي دولة كمل جارة أما قالك كمل جارة كسب بحاي قرأ وعي إيه مقدسه بتكيبه قول إنسان إيه بيكولا تايمرك أنيقة قروة يا مقدشة وحنا من سنة هاي إن أي سحنتها المقدشة سببتنا ما كل شيء جدا وحنا ووح أمد كده خيا اللي يراد فدر على السيستم لدستي حصلتو تستور بدلي دستور كده أفكسو كل بدلي تستور دي اللي بدلي أمد أنا اسكتي ما أدو هير دقمو هير قبل كدنا تستور ليقانا لو رقرانا لو رسميستو كاسبا لينا تستور لكن داني سياسة دي بوتلان وكل عياري ما انتنا وحا كسياسة في عام لفت قريني احمد مروري وانا سربين ايا داني هدو واحتبان ايا وحا يهايد انو تغو مراشا ورا تشيقا قرنكا انيقو اقنا هاي لفت قرين حسن محو كسميي
سؤال دقنا أنا أقنا هاي متجه صوت مركز لفت جرن متشعير وقبل حسن بمناشة وتشي قلت ما يا وحو إلى علينا يي قلبي هذا شعبك ومضى الصومالية بلفت جرن إلى علينا وحو تسيي وحل إسكوها يعنى كون تهاي ورد على الشارع والسلي داني مركز وعرور عقوين دقان إيه دانينا عدة كفر استكمك على وحنا عدينا يا داني سياسة دي بوتلان قعدون بوكلية وكعياري ما أنت حامرون التقال لقربي وإلى هذا وحاسان تبنايا هبكي مقع السماري الوقي بنشري هيركي ناسي ساي علي قاف حال لي هذا باقيل بحنشري هيركي ناسي ساي بوتلان محاو هاي ساعة تستوكا كوي الشينينا وابد الشبع لي راسونا كوي الشينينا وابد الشيء محا حصن وي هاي ساعة الرنوش إنو قرنق صدا لقربي وحامر تبو لكن سيدي الدمر مسير سألونا ما أنت نقول وكورا وحانوك حسن يدني داني با خلدان وانا ودي كدا وخي سيانا سفي عن بو ادغاي وا نين خوغالا سيده رونتا حقيقتنا ما اركاي سمعاني دد كتابسيه ودا وركنا ديقسيه اجري حسنات ان لا سو كوبي كرين اي باسيو ما اركاي سي ولاله كلا دوون ايا دونيا استوريان اني كا ورمان وحا سي توسا حد ما اركاي سي جانيس ان اسين دونا ولالكو حقيقشاي لبا قفود كديبنا يوسف ودني ايا كو حقله سيده صفكا او يهي ماركيس دد حقوقالا ماشا كجرا او دونيا اني ورمان ماركا ورالكا هادا ماركيس معنيه وو كجرا ما حاكو داري لهايد ورالكا معنى اذن وحان وكسلامة اول شيء اذيكي يو ديستيال شبا هنتي لفت قرين دي اد اي نوني جبيي صوبتو اه ارموسان لفت قرين اذن نيات جبين انيق ارمان اذن نيات جبيي هبارك ارمان انيقو قلب صدا مايا 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 هذا واحد ما أنت نو جلست مالها أو حقيقة جرا ما أنت نجمة قرن أو وانا شفتي لكن أنا قصير شعورتين أوقع سنة ما أنت نسبهن إلا إبرع وإلا يقول كاسون على الحرينا واللوين على قصة بحر هالشي ويسعنسا نك إلى وانا أصيغ أركيس ما عن نجورات سنة أي هايان ما فهمتي مركو حوا هذا كدي بقولش كي عن ديلا لفت قرن خاله ديجل إمرفلا وحي أيك حق كل هايان سامي ee ka baqateen ba hadii maanta mucaaradkii adeerkiis loo soo marsiyay asagana baraawo iyo dhulkan shabeelada hoos wakiil amnigi loogu naqday oo isbaaradii dadkii shabeelada hoos digilkii masaakiinta laga soo qaaday in loo soo dir oo kaliya oo maamulkaas uu rubiyo oo nin maqaarsaar ay inuu u soo magacaawdo marka arintaas waxa uu waayay nafta gareen ma aha qof fiican muusan ahayn inka soomaanta hadalkii oo nagu qaldaayay wuxuu oo kali oo riba kaarka inuu anaga na marsado inuu tuso digil marfle inay kacsan yihiin oo maanta oo markii meel uu ku gaaray in maanta taleefoonadii xataa oo dadkii ka dansaday oo wixii danihiisa danihi ilmihiisa iyo danihi qoyskiisa uu ka fikiray oo kaliya marka niyo dadka ninka sanin siyaasi aan u maleeyayna nin siyaasi ma aha nin siyaasi ma aha waa nin على وشي سكليه وشقي صناعي أولا بس إنك محاكي قلدا مر هذا في عنو قهضنا مر واكنا قنا قوان كيس قوان لما يسرن معها منك رجنا قوان كيس إنو لما يسرن على الربا ما فهمت أديت كسعة مركا 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 وحاني لهن إن لا تشتو إن ما أنت حتى جويتان كما أنت إن كونفور قلب مدحوين أو هذا واحد ضن أنا كما أنت أنه مقنيا أبا جرين بشوي لده سويلي يروى مقنعي جستي أو هذا ما أنت وحان سليهن بل تاكولين إي عيدما إيو قرمت إيو حاليلا وحي تدكي خوري أسو نقنا يعني مركا مركا اللي فيه سليا بإنه ما أنت كار أو كاليكتو een baraabo markii oo lafiis oo leeyahay inuu kaar ka dhigto waa la xoreena gabo oo ka dhigto haddana markii arinta heatka oo dadka uu gaaray inuu haddana wixii oo dhigi iyo juhdigi iyo qaylidi inuu lacageysto oo lacag ahaan u qaato taas cidka yeelisa malaha cidka yeelisa malaha lafta gareen hal dilo hal dhaafo hol as u taaglo shaqo malaha laakiin waxaan dhilay digli marifle iyo shabeelada hoose hataashtaan maamul fiican ha fiirsadaan sida boosaaso aan dhilay maanta budland ay isugu tashatay golo siyaasadeed ay u leedahay ma waxaanu ilmihiisa iyo adeeradiisa naga dawato oo adeeradeeda ilu geemila la taagnay maanta in laga iska dhaafo oo maanta dantiina iyo wixii inaan ka tashano taas aan oranay maankan digli marifle ba kala dilaab isku maayo digilkii oo cuqdad ku jiray oo dhaa
مرفليه وحي دم بس ايكا له ايكا وحي ميلي مهم كالقاتل ولبدي مرفلي ميل كل من دجل مرفلات او كل ما اشيرين لدهوي او دتك كارك لبرسنوي هذا مرك الدوله دم بوحي اسميسنتا انا مانت سياس intii murfle ay ku hungurunaan ay maanta ku dhaqaale ku sameeyaan oo digilkii maskiinkii laga dhigto la kaareysto marna in haween la qeybsado lacagii wixii loo qeybsado halka hoosta ay taaganta abda walaweyn waa go'doon hal guuto iyo hal urur booliisna lagu soo xoojinayo ayaa eelka af gooye oo markaysa shabeelada hoose afarta dhinac hadda iyaga gacanta ku haya hawi markaysa macni amniga shabeelada hoose waxa la yiri xamar hawiya gacanta ku haynaaya ee ilaalinaya magaca maamulna bay dhabay hoos tagaysa taasi maxay ka dhigan tahay yani anshuurta maamul ma waxa way waxa way een maanta yani anaga idin heesana laakiin wixii adiga oo isku afaam ah anshuurti ah lafta gareen oo sidii afgooy lagu soo diri jiray lafti gare waa lagu soo diraa ma fahantay bay dabadaad iska fadhi maalintii ay talada ku xumaatane caasimadii baraawe inuu u qaqayliyo oo laba ilmo soo diro oo diyaarado wax uu ku soo diro anaga hadda kan oo markii uu istuuto dadkiina inuu imaaday haliil lacagay wixii odho hadda waxaas wax aqli ma ah dadka عبدالقادر محمد نور جامع هذه جكدة روبلة وببنايو روبونا جكدة حسن شيخ محمود أما حسن ظاهر وببنايو محوكة قد وين يحي لفتة قرير إساقنا هذه جكدة حسن شيخ محمود وعلي قافة وببنايو محيو كل دوين waxay ku kala duwan yihiin lafta gareen wuxuu leeyahay dadkaas oo dhan lacagooda aniga alay isiyo ana i hoos imaanayo ana siinayo commission kale inuu ka sii raadsado maaheena wax kale ay ku kala duwan yihiin haba yaraatee male bal ninkii caqligiisa siiyey in maanta la dhaho shabeelada hoose anaga amniga haynayno adiga maamul ahaan le iska sameyso yani micnaha waxay tahay canshuurtii wixii ummadda isbaarada lagaga qaada lagu soo diraa laakiin barnaamijkii kale iyo nafciga kale anaga wadaneena ninkii laga daadacsiiyey oo la fadhiya meesha ya aqligi samxuu yahay marka way laakiin haduu ku doodaay aniga noo maqnaay ma baheen nin madaxweyne noo ma baheen aniga waa doodaay laakiin adeerkay ayaa macni dhunta la ii geliyay haduu ku doodaay ka war adeerkaaga niyow dhunta hadii lagu geli adeerkaaga niyow xilki isaga deg adeerkaaga gurigiisa fadhiiso iska dhaaf digil iyo mirifla u dhaaf laana xaalkan soo ku socdo digil iyo mirifla ku kala dhimanaya barun aniga haddaadan berito la aysaas ay tahay warniyo ma barabna waa mirflaha marabna meeshiisa iska jooga hadiiba maanta siyaasiyiintii ayaki wixii muhiimkii ay qaateen anagana dhulkeena weli culeyskii wuxuuna saaran yahay hadda kadib allrayd hadiiba wixiiba ay tahayba hadda hawiyaha isaga darsameynaa inikana baydhabadiina dhankaas isaga sii jira anagana maanta ilaa banaadir iyo hir aan ilaahay magaciisa iyo shabeelada dhexe iyo shabeelada isku meel aan naqanayna oo billahi towfiiq ma inikana meeshiin iska jooga aan ilaahay magaciisa todobadan lagii sheegayna waa la idinka yareena shaqo kale iska raadsada haddaada caqli kale lahayn oo anaga un dhiigeen aan lacagaysanaysiin way hadalkaasi anaa i leedahay warbaraawa fiiri aniguriyafiiri may waxaan leeyahay dadka i dhegaysanaya iyo digil iyo mirifle messagekaas u daraa wax yarana meel yaran wax kaa tusaa hadda maalintii oo maanta basre iyo jambaluul iyo dhulkaas la duqeynayo maanta ilaahan kugu dhaarshay markuu lafta gareen tagay mar barnaamij adiga ee qabanaysa dhis lafta gareen iyo axmed madoobe iyo waa la isku fafakanaa iyo wadoobo andila waxaan ku dhahay ninkaas lafta gareen dantiisa u maqan yahay kursigiisa u maqan yahay waxa iigu daro iyo lagugu daray laakiin dadkii mas-uulka uu ku ah oo ka ahay oo maanta la qarxiyey la bambeeyey oo dhib loogeys la soo qixiyey kama hadlin ugu yaraan xerad yar oo jaalisiyaad meesha ayaanta lagu gumaaday digli berfle oo kuwii ugu badnaayen wiilishi lagu gumaaday xataa hadalka ninkan marka yaa doqan ah hadii marka mirifl markii digil waa go'a ama marka wax idinka sheega ama qofod soo caytimaan la dhaho dadkan dad cala qaato waay babada dab inankiiaba dadkii garanaya maxaa marka tal uu samaysa maxaa dadku wax u qabateen marka dowlad aad sheeganaysiin intaasoo sano dowladda sida kumeelgaarka ilaa hadda baydhaba la taagan tihiin jidaan sameynay isbartiibaan sameynay say u dhisantaa baydhaba dayb ummaddan kale aad mas-uulka ka tihiin xilka kusoo qaadateen oo wixii dhaqaalihii iyo wax walba aad ku qaada
raadinaysan magacooda waxaad ku dagaalamaysiin wax u bilidin ku siinahay hadda inika cala faadi maanta liidin kuma siinahay Cabdi Aziz la fagaa 400 kun $ maanta Xasan Sheekh Maxamuud asagoo gurigiis joogo ma siin lahayn mana shaqeysan lahayn lacagtaas ma haysan lahayn maanta uu ku helay oo kaliya warniyo dadkan ay igu soo kicinayo sid iga leexilay Sooma way marka xamaal aadan oo yaal laga yaal isku xumaana hadii labadii mirifle meel ku ay hadda kadib ku shiraan digil iyo mirifle ay shiraan yaal dhihin xaqiiqda laga sheego anaga yaa kaarna la marsanin anaga waxa waay shalay ana waxaan ku dooday walaalaheena nooroon shalay waxaan ku dooday walaalaheena maanta wax noogu dhaama malaha hadii siyaasiyiinta hadii aniga la idhahay amnigina dadkii ku dilay shalay intaas soo sana bii gadanay loo dhiiba baritoolan hadaan qori qaato aan meesh galay ninkii soo jaajooshay oo i dhiibay oo maanta Xashi Maxamuud ii geenay tani shub waay hadaba ninkii baraba difaacay shalay markii laga yaabo in tali shub oo inta xilki ka qaaday gurigiisa lagu wardiyo xaal nafsa xaalay lagu riday hadaba kid dam inkaar la marsada laba loo baan in la soo marka waxa leedahay qofkii qadiyada digli iyo mirifle u dagaalamo oo hawiye koor yimaada marka iyaga sabab qabanaya taliyashub iyo asaq qabanaya day sidaa ayaka soo qabanaayo oo maanta meesh Allah la meesho jiro gabanaayo oo u geenay ayaa jiro maanta digil iyo mirifle bidaad mirifle wallahi digilka bidaad dad dagaalamay waa ay ku jiraan laakiin dabar ay maanta gabaal saartaan ay kulsooni ay maanta su'aalaha ku weydiiyey lafta gareen uu guuleystay shacab taageero haysta ciidamo haysta hawiye waad aragtay macnaheedu hab iyo wala xiraa sida loo laha madaxtooyaday ku laafiyodeen maxaa ku qasbaya marka in maarkayse heshiiskan bahdalnimada ah maarkayse macnihi uu liqo aan waxaan ku kalifay ayaa waxa ay tahay in la dhahay lafta gareen oo meeshan ka shaqeeyso business kan dadkan dad oo maanta qadiyad lahaayeen oo maanta qadiyad ay ka go'anta mala qadiyada dadka ka go'an dani ilaa hadda maxuu u imaalayaa Muqdisho ninka qadiyad markuu leeyahay macna aadana warkiisu waa u cad yahay ninkan qadiyad ma lehen asalkiisu wuxuu ahaa ninkan aan fadhigiya ka batay sidee lacag ku helaa sidee wax aan ku noolaadaa sidee wax loo sameeyaa nimankana suuqa galeen bab inta waqaa mar walba u fiir lafta galeen markuu xaliis oo galo oo lafta galeen xaliis markuu galo sheekadii baraabo iyo barnaamijyadan ku wareegsana barkii arinta kacada mar walba inuu dimiyo jecel yahay waayo hor waxaan isleen anaga already saxdan goboladii dhan waa la soo xireyna waa la nadaamina yani mar walba aqliga qofka bini'aadamka in lagu dheelo mala saadan baday digil oo idinka go'ane yaa la dhihin digil dad xun waaye iyo heblo waaye iyo waalidaan isku yahay yaa la dhihin sababtoo ah shalay hadaba dadkii dilay oo maanta oo ay isla dagaalamayeen hadii maanta adiga aad amniga u dhiibtay adigana maamul ahaan lagu dhahay lacag aan lagu siina hadda waxa adiga aad meesha aad madaxweyne aad ka tahay aan ka silay aad marna noogu sheekeynaysid 700,000 oo ciidanan heesta marna aad noogu sheekeynaysid marna aad noogu sheekeynaysid maya oo maanta Ilaahay ku ma darnaaday 200,000 meeshis la geeyna anaga baal xuftadaas cid u baahan mala haduu wax taray lafta gareen oo nin qadiyad leh uu yahay shan tacliima ugu soo shaqeeyo oo ugu soo dhow buur inta ka soo gudbo leegay ma shan tacliima ha hubey ma fahan ku passiyo isdifaacna galadi ku passiyo isdifaac hadha ciidankiis cid karabta malaha ayaka isdifaacayaan laakiin aan waxaan buu maleeyaa in oo diidayba digilka naftirkiisa ba hadii maanta ay waxaan ay isxureeyaan ee nadaaman ama xisaabtan iyo wasaaradahan waxa ameeba in ka naftirkiin wax ay kugu imaadaan balse aan oga jiifaan aan hawiye madaxa looga tumo lacagtiina ka qaata hadii axmed madow aan ila bagciisi aan ila shub iyo lafta garan ee kulmaan digil iyo mirifla kuma hal dhaho meel walba digil iyo mirifla ahaano waa laba mirifla digil iyo mirifla kul war ah iyo salli ala nabi wa dawladan oo maanta bay dhaba soo dhaafila dawladan bay dhaba soo dhaafila oo baraba imaan oo ila maxay tahay ya hadar wadanka aadan maanta wax u qabeenaynin meesha aan u qabeenaynin oo maanta aad ka cabsi qabto wax kale kama cabsi qabey wuxuu isleeyahay dadkan hadii la jaro ay dadkan ay isfahmaan oo nidaamkii la isfahmo laga yaabo hadhow kale codkiina saa ma ahanahay ma fahantay marka waxa waay in aad iyo aan ahay xumaan siyaasi rifle waa dadkan aniga macallinka lugeeya ah nin digil aw mirifle Soomaaliyan ahay haddana miriflan ahay marka nafsadeedii ma ku qaldanahay inaan xaqiiqdan oo kale soo gudbiyo mise inaan qariyay ahayd
والله هذه حقيقة واشيكتي ما شاء الله خير إلى كاسيو رنت حقيقة أياك هذا لكن أنا وحن دريما ما أنت موجودة وأن دريما لأنه علاس كان ما أنت مرفلة إلا بيمال يقول كان أوسريا إن رنت لقى قارة أن آمن سنة وأن أن استهاي أري له أرنت حد بلابتي ميل لقى صلابت لما جوه أرنتان يا إن لقو جوه يا إن ما أنت ميل لسك صار إلا إلا مبرقنت إن إلا إكس كنترول باشي لقى إلا لكن لكن لفت جرين لعكتان قادو كبوت إنه إسلامي ما مودة هذا يدعى لك ورد عصنا يا ريت هذا قضية رسيقانة لكن أحمد نحن نكن كسماعي جفدي أنا وادي هكرا لكن نكن وحواء نن أو ساس قضية أوين معها نن أو ما أنت يعني صراحة نكن نن أرق معها لما يستر ملا لكن بلا وليه لكن لما يستر ملا في النهاية هذا سياسة دخول جر لفت جرين أسجل الدلة أنا نقول سياسة نك هذا مربع علوش إسرقتين إلى toos aga baxdid dan hada waa aragtay muxuu ima way aqligiisa asay kan mashaqeynay miya ninka muxuu ima way ya shalim muxuu ima way ila ay hada muxuu taasay adiga meeshi mar walba xamar la u sii tagay dadada waa la soo orda waa la taga waa la soo orda waa la taga 500 oo ciidana la keenay ciil waraas dhimashadiisa noloshiisa wax nooga gal maxay tahay wuxuu hada noo soo kordhi ma noo sheegi karaan waxa hada oo soo kordhi ma sheegi kara ma jirto dantiisa uu maqan yahay bas مثلاً حدنا وحواي نمك النواي فهمين وحدت كان مرف لهان إن يهم يقول كلام أي جاب كسياسيين تي نقول بقفه حارستي لعكت السينا بيجي النواي كان عند لوكيس لوهستو أسرع بميل عناه لو دقيني هواي أسرع أنا وحواي إلى يقوم درنا ذي كي وحفام وحال إسقسيا كي كلا وحواي إلى يقوم درنا ذي أسرع سقاب درنا لوكا رجينا مثلاً مركب وحنيلا وردت ك بيجي مرف له يالك الدليل digilna maanta xaq u leeyahay inuu maanta hadii mirifle oo la siiyo madaxweynaha doq qaato baarlamaanka digil in la geeyo dadka waxna la degan biimaal waa biimaalna xaq u leeyahay xaqiis inuu la siiyo koonfur galbeed mirifle u xireysan tahay hadii liidan dhaw wixii inika goosateen go'di inoo baxadil niman yahow dadka ee aniga macallinka lagu yaa digil oo mirifle inaan u kala eexanay ma kula tahay adiga oo ma kale eexanaysid laakiin xaqiiqda jirto marka aragtid adiga hadda in maanta mirifle oo dowladdan koonfur galbeed iyo maanta shabeelada hoos xuquuqdooda ay ku dulmay soo uma jeedid adiga maxaa u diiday haddii digil maanta madaxweyne naqaan ilaa madaxweynaha koonfur galbeed naqdo mirifle in maanta raisul baarlamaan la kala qaybsado maxaa u diiday biimaal maxaa u diiday madaxweyne ku xigeen in laga dhigo yaaqa nimankii maalin walba oo dhibka aan ku qabno maxay mar walba madaxweyne ku xigeen ugu dooda maxaa kursigaas dadka xaq u lahayn loo siilaya asaga أنا فكرة أن قباب وحي تاين مرفلا لوديب ديجل لوديب مدحوينها استيت كميلان أما مدحوينها الصومالية إن يجو ديجل مرفلا كمتلان أما قدون كبارلما كان ساسا نعمي سنة aan maamulkeen anaga maamulkeen ina horta kala qaybsanaa nooroon hadii koonfur galbeed leeyahay biimaal xaq uu ku leeyahay digil iyo mirifle ay kan xaq ku leeyihiin nin walbo digil hadoo aan ila koonfur galbeed madaxweyne qaato dowladda oo dowladda dhexe waa inuu nin baarlamaanka digil oo taga haye biimaal soomaa yaa in amniga loo dhiibo yaa in maanta ilaahay kuuma darnaa madaxweyne ku xigeen laga dhigo oo koonfur galbeed nin walbana maanta gobolka waa difaacana laakiin hadii adiga wax walba adiga leh aad cuntid oo wax walba adiga marka waxa leedahay taliya asluubta inuu noqdo lafta gareen adeerkiisa lafta gareen inuu madaxweynihii state ka yahay lafta gareen markaysa macnii wiilka walaalkiisa sadogiisa inuu noqdo wasiirka madaxtooyada markaysa amniga in loo dhiibo raashinka iyo waxaasi gabadha taliya shub waxaas oo dhan waxa leedahay waa dulmi weyn oo markaysa la iskor saaray ودلمي وين ودلمي وين حتى ما انت اي سبب كرت حتى كونفور قلبيت ما انت ان دتك او استري او ولا لا لو كل ديلو دتك حتى كونفور قلبيت هذا بيمال ما يقصن وديمناي يا حق لي حق سالسي ما فهمت دي الحق سالسي ورلبا 12 كان سياسي حتى واحد دتك ما انت برفل اسكو ديراي او قائن ما اي وحان دولدا وحان غدا وا حق ما انت لا غل دتكان شبيلده هوس دغن او ما انت منصب او فيعن او وناكسن او ان ما انت سياسه دي لف الفكر فكر كود لا لا هرمسيو لا غرب استاغو ما انت لا درسيو انا ما انت دن قور وتو ان دتكان ان سو دغان بريتولا بي دبا حدي ان انا اسعدو marka waxa leedahay cadaalad cadaalada lafta gareen uu ka sheekeynayo waa bug hadii macnaheedu maamulka markaysa macnaheedu duubana digil uu ka maqan yahay
dadka dhulka degana biyamaal madaxweyne ku xigeen aan la seenin digil aan la seenin ama state ka ama federaal ka yaani cadaalad ma jirto cadaalada laga sheekeynayo markaysa macnaheedu dawlad qoys sida xasan sheekh maxamuud iyo jabuuti oo kala way bay dhabana saas aad leedahay سيداس واي الضغط سيداس واي حتى ما أنت مع الآذن وعقلك هالشقيه ضغط وحوى فهما يا وحي لا منسيه إلا فهما ما أنت وحي إسلام بل وحقون هالصعدان لكن ضغط النظام كواي أجيدا أنا ولا له مرف لو حن أجه بقول كي بقول ما أنت هدي أي قف ما أنت الشباب أبجوي أي كهذا النظام هاي ضغط كي وحوى كي وكان يكينه طيب ما أنت أمني ضغط كي أو أيك أي كعب هذا يعني أمني قولي أدي وحلاه عن صورتي إمامك إلى عقروش له هالإيسود درا ليه مثلاً لفت قرن هذا أنت استهني أنت حكم أو كف إست أو كلية لفت قرن أنت جو ما أنت بإزبار هذا مركو قاضي أو هرؤسي سعنا هذا لو وحفي عن قبت استهني نب نك إلى نن ما أنت حقه بقدنيه كلية أو ما أنت إسكفي السنة هذا وح أنا وح نقول مقيا هاي ملا هذا بين دبل الدولة دقتها هي بين دبل إيو ميلها سأكو أكتها هذا ميلها الدولة أنا قال نو إيمانين أو نطيب كأن كهدين أو ما أنت دكانة دي لوسم أنا كهدين أو قبل كي ما أنت سيرن أو لاس أو أجره هذا وح وح فائدة ليه الملا مر ويدق ماذا دافع وقعدون هشيس كده للسوق هذاي برا وانا واقب سشر إلى جبادر ده لفت قرن هشيس كاسو إدين سوق هذاي يقدر كيسي ومعنيه وحي قان معارض محافظ أهنا haddan taliyashub aanu go'aaminin dawlad Soomaaliya qof gali kar male oo macnaheedu digil ah oo mirifla ah taasi cadaalad miya horta een macnaheedu waxa waay een horta een lafta gareen iyo taliyashub waxa waay een ciribtooda meesha ay ku dambeeyeen meel xun waay oo sababtoo ah nimankan kuma qanacsan naftirkooda bal lafta gareen inay lacag siiyaan oo waxay ku heystaan nin oo maanta iska liita oo aqli lehen oo siyaasad aqoonin oo waxba kale ogeyn ay ku heystaan taliyashubna runta xaqiiqada aan ku sheegay taliyashub maanta yar lafta gareen meesha uu wado meel xun oo maanta asaga naftirkiisa ay ku soo rogonayso finaay filinka markuu dhamaado oo meeshii la rabo la gaaro oo dadkii digilkii la furfuro biimaalkii la furfuro wax walba la furfuro oo qadiyadan iyo dhila waxaan markii laga tirtiro oo adigana mar walba lacag lagu soo diray mar heer waxay gaari lagu dhaw wixii lacagii lagu sii laga loo baahan yahay in laga soo celiyo taasna waa ay naqaneysa marka waxa waa in lafta gare aan dhilay magciisi awl shay siyaasad ma yaqaano aan dhilay taliyashub siyaasad ma yaqaano siyaasad wuxuu ka bartay oo kaliya in maanta maxaan cunaa haddo soo hadda kaliya adifka kistan yara nuurka u soo baxay waligiisba waxan iyo nidaamkan iyo waligiisba arki jirin lacagahan iyo waxaan iyo afmiinsha hadda leeb ee barnaamijyadan oo garaal ka fahmay hasa ahaatee lafta gareena waxa la rabay in maskaxdiisa ay furfurnaato oo nin way arag inuu oo noqdo laakiin asaga للاسف meeshan ka filayna muusan naqanin ana waxaan isdhahayay ba lafta gareen maanta intuusan xamar